السلام عليكم أحبتي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تصحيح. اليوم نتحدث عن جيل المستقبل، عن أطفالنا أحبتنا اللي غذاهم الانترنت والتكنولوجيا وكل هذا التطور الموجود. دائما نقول ببرنامج تصحيح احنا مو ضد التكنولوجيا ولا ضد مواقع التواصل الاجتماعي ولا ضد الموبايل، بالعكس احنا مع هذا الموضوع، ولكن لابد ان يكون هناك جهاز يحمي العقول اذا كان على مستوى الكبار، فكيف اذا كان على مستوى الاطفال؟ هذا الطفل من يريد يقضي وقته بشيء من الالعاب ومباشره يطلع عنده اعلان بإساءة او مو بإساءة، او هو اكبر من عمره ومن فكره، فشلون راح ياخذه الى طريق اخر؟ نفس الوقت ايضا التعليم الالكتروني اصبح من الضروري ان يكون للطفل جهاز موبايل اذا اله، او الاهل يخصصوا له وقت من خلال اجهزتهم الموجوده في البيت. ايضا كيف يتصرف وكيف يستخدم هذه التكنولوجيا الخطيره التي كثير من الامور ظهرت، ومنها الابتزاز الالكتروني وسرقه المعلومات واخذ الصفات، وتحدثنا يمكن في الحلقات السابقه عن هذا الموضوع الابتزاز الالكتروني بشكل عام. اذا اليوم نتحدث عن كيف نحمي اطفالنا من المحتوى السيء في مواقع التواصل الاجتماعي او البرامج او الالعاب الالكترونيه. دائما نقول برنامجنا تصحيح نستضيف اصحاب الاختصاص لكي نضع النقط على الحروف. اذا احبتي المشاهدين رحبوا معي في الاستوديو الاستاذ قاسم سعودي، شاعر وناشر في مجال الطفل، اهلا وسهلا بك. الله يحفظك. شرفنا. وايضا معنا الست سحر شحادي، كاتبه وحكواتيه من لبنان، اهلا وسهلا بك. اهلا اهلا بكم. اهلا، يشرفني يعني التواجد معكم. شكرا لك، شكرا لك. ابدا السؤال مع استاذ قاسم، مرحبا بك مره اخرى. هل هي مهمة التكنولوجيا للطفل، وكيف نحمي الطفل من المحتوى السيء الموجود في هذه المواقع؟ أنا أظن أن الطفل هو محور العالم، لذلك هو مركز العالم، وبصورة أدق هو روح البلاد، بمعنى أن العراق الآن روح العراق هو الطفل العراقي. صح. هذا الطفل لابد أن يواكب العالم. السؤال أين نحن من العالم؟ وحركة العالم التكنولوجية المرعبة. نعم. وليس الحميد. نعم. أظن أن هناك الكثير من المخرجات التي نستطيع من خلالها أن نشخص أو نلامس على الأقل. مثلا أنا مع الطفل أن يتجه نحو التكنولوجيا، لكن أيضا أرمي النافذة أو أفتح النافذة على وزارة التربية. هناك أتمنى بالفعل من وزارة التربية ومديريات التربية في كل مدن العراق إضافة أو اقتراح درس يسمى التربية الإبداعية. هذا الدرس ممارسة قصة قصيرة، ممارسة مسرح، فن، رسم، جميل، تمثيل، وكل المهارات الفنون موجودة عند الأطفال، كل الفنون. نعم. هذا هسه يجي واحد يقول لك يابا عندنا إنشاء، لا لا لا، مش إنشاء هذا. أنت حببت الطفل بالواقع الحياتي. نعم. بالإبداع العراقي. حببت الطفل بكينونته. صحيح. بأحلامه. أوكي، ولا بأس لا بأس لا بأس إنه يواكب من خلال أجهزة التكنولوجيا المتطورة والهائلة والمرعبة في نفس الوقت. ليش؟ لأن يا صديق الطفل ضحية. صحيح. نحن في بلد، أنا دائما مع كينونة الكائن العراقي أو طاقة الحب التي تمتلكها العائلة العراقية، لأنها صامدة رغم متواليات الحروب. جميل. الطويلة. صحيح. رغم الانكسارات الطويلة، رغم الخسارات والمفقودات العظيمة، لكن هذه العائلة تنتج. صح. فلذلك علينا أن نكرم هذه العائلة. لا. علينا أن لا نصل إلى ما وصل إليه العالم، على الأقل نواكب هذا العالم. تكنولوجيا شيء هائل ومطلوب جدا. لا. حتى نكون نحن. من نحن الآن أمام العالم؟ نعم. ينظر إلينا على أن بلد دمار وحصار وإنتاج رهب. لا 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 حبيبي، لا لا. أنت أمام بلد العامل البسيط ينتج بنتا جميلة تصبح طبيبة. صحيح.
الفلاح البسيط. اي والله بالضبط. هو هذه كينونة الكائن العراقي في مواجهة هذا. خلونا والكائن اهتموا يا وزارة التربية يا أصدقائنا وأحبائنا بالطفل العراقي، اهتموا بالمدرس أيضا، خلي واكب، أوجدوا لنا درس تكنولوجي، مختبرات في المدارس. مدارسنا تفتقر المكتبات يا صديقي جزء. نعم، مكتبة في مدرسة، مختبر حتى في الصحافة المدرسية. أنا قبل اللقاء كنت تحدثت بحضراتكم ضيوفنا الكرام، قلت لكم أكو عندي يعني إن شاء الله تكون حملة بنوع أو بشكل أو بآخر، أنه التربية الإعلامية الرقمية من ضمن اللي حضرتك تفضلت فيها، أنه هذا الشاب أيضاً أو الطفل عنده مواهب، عنده طاقة، فخلي تكون في جانب جيد. ممكن إحنا من الابتدائية، من متوسطة مثل ما تفضلت حضرتك، يطلع عندنا رسام طبعاً، يطلع عندنا شاعر طبعاً، يطلع عندنا رياضي. لا، والأجمل من ذلك أنه أنا عندما أعمل ورشة أو أعمل أي شيء للطفل سوف ينتج نصوص. هذه النصوص أتمنى أنه بعد سنة سنتين توضع في المنهج المدرسي نفسه، تشير إلى الطالب نفسه، تدعم الشخص. أنا لست مع القديم يعني، ولست ضده، وحتى يعني يمكن كتاباته تكون أقرب للطفل، لأنه هو كاتبها طفل. خليه يفرح، خليه يفرح الطفل. جميل. يجد اسمه بالمنهج. جيد. مع السياب، مع الجواهري. زين، ممكن هاي أحلام. لا لا لا، تطبق. أرجع لك بعدين جاوبني. نحتاج وقت طويل. نعم. نذهب إلى الأستاذ سحر شحادي، كاتبة وحكواتية من لبنان. مرحبا بك مرة أخرى. نفس السؤال ولكن بطريقة أخرى، كيف هي التعامل في لبنان مع الطفل؟ هل هناك مشاكل أيضا؟ هل هناك دراسة سيستم خاص بهذه المواضيع التكنولوجيه؟ هلا استاذنا الكريم، نحن اذا بنفتح ابوابنا وبيوتنا وشبابيكنا بكل العالم العربي، ان كان لبنان، العراق، دولنا العربيه، بنلاقي بقلب كل بيت في اكثر من جهاز الكتروني. هيدا الجهاز هو مش بس مع الطفل اليافع او الناشئ، لا للاسف هو صار مع الطفل الصغير اللي هو ما قبل المرحله الدراسيه. نحن عم نقول الطفوله المبكره. الطفوله المبكره 3-5-6 سنوات. صحيح. طيب طفل عمره 3 سنوات، او حتى بعض الاهل للأسف عم يعطوا أطفالهم من عمر الأشهر. نحن للأسف بيعتبروها هي لتمضية الوقت، الأم بتكون مشغولة، الأب بيكون بوظيفته، فبيعطوا الطفل الصغير هيدا الجهاز، وللأسف من دون أي مراقبة، من دون أي إرشاد، من دون أي توجيه، أي إشراف. فنحن هون بتحدي، وأنا كنت عم أقول خلف الكواليس هو سيف ذو حدين. سيف ذو حدين، إذا ما عرفنا كيف نتعامل معه بالطريقة الصحيحة، فهو وللأسف لح ينخر كيف السوس اللي بينخر بالعظم عند الأطفال، فهو لح ينخر مش بالعظم، لح ينخر بالعقل. صحيح. بالروح، بالقلب، بالوجدان، وإضافة لهيك لح ينخر هيدا السوس. أحسنتم، لح توصل للمجتمع. فنحن هون دورنا جدا أساسي، خاصة نحن عم نحكي يمكن نحن بصفتنا بس أهل ومربين وكتاب، قد نحن المسؤولية كبيرة على عاتقنا لا تقديم البدائل. نحن لما عم نقول هي موجودة بقلب بيوتنا، طيب والبديل؟ ما نحن ما في، نحن ما عم نقدم بديل. اللي طرحه الأستاذ قاسم أنا أكيد بوافق عليه، مش بس وزارة التربية بالعراق، بكل الوزارات نحن بحاجة لحتى نحط هيدي المادة الإبداعية. هاي المادة الإبداعية إذا نحن حمسنا الطفل، حمسنا الولد، لأنه هو عم بيشوف بالنهاية شاشة فيها جذب، فيها تشويق، فيها وسائل سمعية وبصرية، فالتحدي قدامنا كتير كبير لنحن نقدم له هيدي الوسائل البديلة اللي هي تراعي اهتماماته وتلبي احتياجاته بنفس التوقيت. طيب، من خلال عملكم أنتم يعني كحكواتية وليست كاتبة، ممكن الكاتبة مع الورقة والقلم أو الجهاز الحاسوب أو اللابتوب، كحكواتية أنت دائما باحتكاك مع الشباب أو الأطفال أو المدارس أو رياض الأطفال، كيف تجدين تأثير التكنولوجيا على عقولهم أو نشاطهم؟ أنا ذكرتوني هلأ كان في عندي عدة حكايات عن مساوئ الآيباد، ولكن بالطبع يعني يمكن أكثر أهل لبنان بيعرفوا الطريقة اللي بيحكي فيها الحكاية هي غير مباشرة. فأنا أول سؤال سألته، مين
مش ما عنده مين ما بالأحرى مين ما عنده آيباد، فتقريبا الأكترية ما رفعوا إيدهم لأن الكل في عنده آيباد، كان يعني كل الحضور هن في عنده الآيبادات بطريقة يعني خلص هيدي طبيعية. أنا هون بحاكي الخيال، بحاكي الطريقة الإبداعية كيف وصل الكلمة الحرف الحكاية المشهد، هيدا التسلسل المنطقي لحتى هو مباشرة حاول. أنا لما كنت عم نحكي هلأ عن البديل، أنا بالنسبة إلي هي الحكاية هي من أبرز وسائل البدائل بالأحرى اللي أنا قادرة أقدمها للطفل بعيدا عن الوسائل الإلكترونية. وإضافة لهيك التفاعل اللي عم بيكون من الأطفال بالحكايات والقصص هو تفاعل جدا رائع، تفاعل جدا جميل. أنا بيعطيني دفع لقدام أنه لا، أجيالنا بعدها بأمان، أجيالنا بعدها بتحب تسمع، أجيالنا بعدها بتحب تقرأ. لهيك يمكن دورنا بيكون مسؤولية علينا على عاتقنا هي أكبر بكتير. إضافة لهيك هيك المؤشر بين هلالين، أنا لما خلصت هيدي الحكاية توافدت علي الأمهات، صارت تقلي سحر يعني أنت صبت الجرح، صبت الجرح يعني هن مش قادرين يتابعوا هيدي الإشكالية مع أولادهم بالبيت، وأنا قدرت بحكاية ولو هي بسيطة. أنا هون فرجيتهم المساوئ، فرجيت انه انت لما تكون بالايباد، انا كان عندي بلاوين بالون، فهني نفخوا البالون وطار هيدا البالون، هيدا الفراغ، انتو هلا بفراغ، قد ايه هيدا الفراغ انتو رح تستمروا فيه، رح يطيركم لمسار انتو مش عارفين طريقه، فرق ما يكون عقلكم عم يتغذى بالمعلومات والطرق اللي نحن بدنا نغذيكم إلها. فهني لما طيروا هود البلاوين شعروا انه انتو عم ننفخ 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 هيدا الفراغ، انتو عارفين يا حلوين انه هيدا الفراغ هو عم يوصل لقلب عقولكم من الاجهزه اللي انتو عم تعدوا عليها لفترات طويله. هلا هون كمان من باب الطرفه تثبت اكثر يمكن احسنتم، هني صاروا مثل يبتسموا هالابتسامات وكانه عم يعرفوا حالهم، وكانه هيدي الحكايه تماهوا مع شخصيتها المباشرة. نعم بصراحة هو هذا الموجود يعني كان سابقا في كل تراثنا العربي، يعني لمة العائلة، تحدث عن العراق وعن لبنان وأعتقد كل الدول العربية لمة العائلة والجد أو الجدة أو الرجل الكبير، القصة اللطيفة، الحكمة اللي بيها التعامل، بس هذا فقدناه بسبب مشاغل الحياة، بسبب يمكن الظروف اللي موجودة في كل البلدان العربية والحروب. طيب أعود لأستاذ قاسم، أنا قلت لك حلم هذا ممكن تحقيقه لو لا؟ بالتأكيد نحن حكينا هواية ويا الوزارات كلها وممكن يقومون بعمل أو بآخر، ولكن كشيء فعلي على أرض الواقع ما نشوفه. هو حتى لو نبدأ بخطوة واحدة، لكن أنا أتمنى مع هالخطوة تكون مواكبة، بمعنى إنتاج شباب أو شابات على الأقل يمتلكون الوعي التكنولوجي وزتهم في المدارس في المؤسسات. نحن الآن لدينا أجهزة تكنولوجيا كثيرة يعني، لكن ليش هناك وعي تكنولوجي؟ جميل. بمعنى أنت طرحت هذه الأشياء صحيح، ولم تطرح المعادل الموضوع لها، هو أقصد المعادل المجتمعي صحيح، يعني مع احترامي لجهود وأرباح الشركات صحيح، أوكي دير بالكم علينا يعني صحيح، أنتم قاعد يعني تربحون من هذا الشعب الجميل وتدمرون المجتمع، هذا الشعب الطيب هذا الشعب يعني المأزوم صحيح، يعني متأذي الشعب، أوكي واكبوا يعني مش اوكي شركات اتصالات شركات كذا شركات، حتى ان اكو شيء يسمى الرافعات الفكريه. انت كيف ترفع من فكر او تفكير او منظومه تفكير الناس؟ سوينا رافعات تكنولوجيه يا اخوان، يعني لا باس بهذا، يعني مع هذه الارباح خصص جزء من ارباحك يعني دورات تكنولوجيه للناس. لا والله يعني مثل يعني تشوف الضحك محي الاميه، محي الاميه التكنولوجيه والله هذا موجود قلت لك من ضمن مشروع التربيه الاعلاميه الرقميه، بس ما حد ياخذ بيها. حتى مجموعه الشباب خريجين يعني كانت مظاهرات خاصه على هاي الماده التربيه الاعلاميه الرقميه، يطالبون بان تكون هناك منهج او درس او ساعه بالمدارس لنحمي الاجيال. طيب من خلال عملك انت حضرتك وخبرتك في اكثر من دوله واكثر من دار نشر واكثر من سيستم يعني نظام تربية في كل الدول، كيف وجدت التعامل مع الأطفال في الخارج؟ هو بالتأكيد المنظومة المعلوماتية اللي بين قوسين التكنولوجيا وهي الطفرة يعني هي مثل ما موجودة بالإمارات، مثل ما نعم موجودة بالأردن، مثل ما موجودة بلبنان، مثل ما موجودة يمنى، هو خل أقول لك حسب عملك يعني إنه الطفل واحد. جميل. نحن الآن في كربلاء، الطفل الذي يعيش في بيت صغير هنا في كربلاء
هو ذات روح الطفل الذي يعيش في بوينس آيرس، وهو ذات الطفل الذي يعيش في كل أرجاء الوطن العربي أو أبعد قرية في موجودة في سلطنة عمان أو جبال لبنان. جميل. الطفل واحد، طريقة تفكيره واحدة، إنتاجه للخيال واحد. هناك منظومة ربانية في تكوين الطفل تنطلق من الرابعة، عمر الرابعة، منظومة الخيال، والتي أنا أسميها طاقة الخيال. جميل. هذا الخيال يصل إلى أبعد من التكنولوجيا. صحيح. الممارسات البسيطة اللي مثل الأطفال في لا، خيالهم أوسع من الهاتف ولعبات الهاتف. لدرجة يمكن ما نقدر نطبقه احنا. بالضبط. يعني قلت لك هاي يعني الخيال هذا الرباني الهائل. الطفل العراقي والطفل العربي سواسية بصراحة من خلال مشاهداتي. لكن أنا أحب اللكن. بالضبط بالضبط. خلينا نكون واقعيين. مستوى العناية. صحيح. نحن يا صديقي لدينا في العراق دارين أو ثلاث دور نشر فقط لكتب الأطفال، بينما يعني في الوطن العربي أقل دولة عتها 30 إلى 40 إلى 50، ولا نقارن نفسنا بتركيا اللي عتها مئات الدور. هذا دور نشر كتب أطفال. طيب. أنا دائما أصدقائي من الخليج، أصدقائي من الوطن يسألوني كيف حال العراق، وأنا أقول لهم أنا أنتج قصص أطفال، فبلد ينتج قصص أطفال. قالوا إذن هذا الجمال كله. شوف الارتياب. أحاول يعني أن نقول إحنا ما دام ننتج قصص أطفال إذن أكو أمل، ما دام أنت تخطو خطوة. جميل. أكو أمل. وليش أنا دائما أؤكد على الفعل الإنساني والجمالي للحكاية. نعم. اللي تفضلت بها أستاذ أسحاق. البعد أكبر. صح. ربما أنت تسمع الحكاية، عائلتك، ربما صديقك كنت سيئا مع زوجتك، تسمع الحكاية وتعتذر لها. هذه هنا الوظيفة الجمالية للكتابة. جميل. إذن علينا أن نفهم أيضا الوظيفة الجمالية للتكنولوجيا. يا جماعة أوجدونا رافعات تكنولوجية تستطيع أن تحصن على الأقل، أو تطبيقات مدرسية تربوية وزارية مجتمعية، تطبيقات معينة. يعني نمرر من خلالها. يعني خلينا نشوف، نفتح العالم، خلينا نشوف العالم كيف يدرب، كيف يعلم أطفاله. أنا طبعا لست مع التعليم الإلكتروني، وهي وجهة نظر خاصة. نعم. لأن أثبت ضعفه وتراجعه، أو على الأقل ليس بهذه الطريقة. بالضبط. لأن هو كان حل. صحيح. حل لمشكلة في مشكلة ما. نعم. لكن الآن العالم تجاوز مسألة التعليم الإلكتروني. يا أما تعمل عليه وتطوره بطريقة صحيحة. بالضبط. يا أما لا. هو صعب صعب، لأن قلت لك خيال الطفل خيال جامح، ولا تمسكه كل هذه يعني الذرات الإلكترونية المنتشرة. صحيح. ويا رب يعني نستطيع إن شاء الله يعني أن نصنع شيئا بسيطا يعني. طيب أستاذ سحر، تحدثتي عن موقف أو عدة مواقف مع أهالي الأطفال، أمهات الأطفال. الآن نتحدث عن التربية الأسرية. العائلة. كيف نتعامل أو كيف نثقف أو كيف نرفع، مثل ما ذكر أستاذ قاسم، أنه هذه المنظومة الفكرية، أو مثل ما نقول أكو فيروس أكو أنتي فيروس، فإحنا شلون نتعامل مع العائلة، كيف نربي الأب والأم، كيف صح. نطور تفكيرهم حتى ممكن ينقلوها للأطفال. صحيح 100%. لأنه نحن ببيوتنا لما الأطفال يشوفوا أهليهم الأم والأب هن كل الوقت أصلاً حتى على تليفوناتهم. لا. للأسف هذه مشكلة أسرية عم تعمل يمكن انفصال في بعض الأحيان بين صح. الأهل، يعني قد ما عم توصل لذروتها. نحن بصراحة التحدي اللي كان بلبنان بالبيوت اللبنانية خصوصاً لانقطاع الكهرباء أدى أنه نحن نوجد البدائل اللي كنا عم نحكي عنها من شوي. الأهل هون طالما مقطوع الكهرباء يعني نحن ما في عنا وسائل، يعني ما في عنا ضارات النافع. أحسنتم تماما هون. فحاولنا قد ما فينا في بعض الورش أقيمت للأمهات، ورش فنية. أنا طالما كنت اختصاصي بالتربية الفنية، فنحن اشتغلنا على الأمهات لحتى هي تنتج بقلب بيوتها ابتكارات فنية. هو الابتكارات الفنية هي تكون موجودة، يعني نحن ما عم ننفي دورها أبدا. هي تكون موجودة مع الأطفال
الأطفال تكون هي عم تعزز دورها كأم متواجدة مع طفلها بهيدا النشاط، هي منا بعيدة عنه لأنه يعني الولد بقلب غرفته لحال والأم بقلب غرفتها لحال والأب نفس الشيء، فنحن بالعكس عم نرجع شو نقدم له. أنا عندي اعتقاد يمكن كامل أنه الأنشطة الفنية هي من أحب النشاطات لقلوب الأطفال، يعني بعد التجربة حتى التجربة الميدانية، نحن هون ما عم نحكي فقط نظريات، عم نحكي التجربة الميدانية اللي أنا شفتها يعني مثل ما بقولوا شهدتها بالعيان مع أطفالنا بورشنا الفنية، فعم بيكونوا هني جدا مبسوطين جدا متعطشين، عم ينسوا أصلا يعني كليا أنه الآيباد ما عم يسألوا عنه. نحن هون حاولنا نعمل ورش للأمهات بأهمية إيجاد هيدي البدائل ولكن بوجودك أنت. إضافة للشق الآخر، نحن استثمرنا التكنولوجيا وين؟ هيدي ما بفضلوها الأبناء عادة، في برامج إلكترونية هي تحد، يعني فيني أحكيها بالعامية أكثر، هي بتقفل، يعني هيدي اللعبة هلأ مقفلة. هيدا الأبليكيشن نحن نزلناه على آيبادات أطفالنا اسمه فاميلي لينك، يعني حتى عن جد هلأ يسمعوني يستفيدوا المشاهدين، اسمه فاميلي لينك. هيدا بتنزل أبليكيشن على تليفونات الأهل، الأهل من هن وبأشغالهم، يعني مركزنا نحن بعيد والأطفال بقلب البيت، نحن بنفتح من تليفوننا هيدا التوقيت، بنقول له أنت معك من الوحدة للساعة مثلا 3، معك هو ساعتين هن لعب، ولكن أستاذنا الكريم مش بس لعب، نحن كمان بنحدد له أي لعبة أنت بدك تختار. الطلب اللي هو رح ينزله على اليوتيوب نحن عم نشوفه عبر تليفوننا، بيوصلنا نوتيفيكيشن انه ابنك بهيدا الوقت طلب انه ينزل هيدا اللعبة، هل توافق عليها؟ يعني في بدك تقول هي عملية متكاملة. نحن استثمرنا التكنولوجيا بالغايات اللي نحن قادرين ولو بالقليل. نحن هلا ما فينا عن جد نرمي ونقول بدنا نشيل التكنولوجيا من بيوتنا، هيدا امر في غاية يعني مستحيل جدا، ولكن نحن قادرين نحد منه استثمار بوسائل التواصل او التكنولوجيا بهيدا التفصيل. طيب كيف نتعامل مع الاطفال او الشباب صراحه؟ يعني يعني اكو دراسه يقول لك الاطفال هي لحد ال 40 سنه يمكن، هم 70 فشلون نتعامل مع قضيه المغريات؟ يعني اقران الطفل، يعني ممكن عائله ملتزمه مثقفه تتعامل مع ابنها لا تلعب هاي اللعبه لانه بها كذا، ابتعد عن كذا، بعد ما يخرج من العائلة زملاء بالمدرسة بالشارع جيرانه دي يشوف عندهم ألعاب جميلة وأكشن وحركة، شلون نتعامل مع هكذا عقليات؟ هيدا الأمر أنا بعده بداية منه سهل أبدا أبدا. لا، لأنه نحن خليني ما سميه يمكن أنا الطفل، خليني سميه الناشئ أو اليافع. اليافع كتير بيكون، أو خلينا نسميه حتى أعلى ده مرحلة المراهقة، هو كتير بيكون حابب التحرر، هو حابب الاستقلالية، هو ما بيحب القيود والجبر والأوامر الصادرة من عند أهله، خاصة مثل ما تفضلتوا لما يشوف أقرانه في عندهم هيدا الحرية. وعلى فكرة أنا كتير بسمعها حتى من الأطفال بموضوع الفاميلي لينك أنه هن آيباداتهم مفتوحين، طب هن كل الوقت آيباداتهم مفتوحين ونحن مغلقين. هون أنا كتير بشدد أنه نعرف ابننا وين، مع مين عم يحكي، مين عم بيصادق، المجموعة اللي عم بيصادقها، خاصة بهيدا العمر هو كتير بيكون مقرب من أصدقائه، بيتماهى مع تصرفات أصدقائه، بيتماهى مع سلوكياتهم، وللأسف كمان بيقدر ياخد السلوكيات السلبية المبطنة اللي هو مش مدرك سلبيتها ومش مدرك غاياتها اللي لبعدين. هون أنا كتير يعني بالأحرى دائما بشدد للصداقة بين الأهل، ومع هيدا العمر بالذات هو بحاجة يكون محتضن، بحاجة يكون في علاقة ودية، خاصة إذا يعني فتى العلاقة الودية مع والده، إذا فتاة العلاقة الودية مع أمها، أي إشكال أو أي مغريات أو هلأ للأسف نحن كتير بنشوف الباب مفتوح مباشرة تتحدث إنه هي ما لح تروح تحكي لرفيقتها، وللأسف ممكن رفيقتها تنصحها نصيحة هي مش بمكانها أو هي مش بواردها، خاصة المغريات الحالية. المغريات الحالية يعني أطفالنا هنو عم يحضروا ممكن بأي بساطة هيك ثواني يمرق إعلان خادش للحياة مثلا، طيب هيدا الإعلان بيمرق مرة مرتين ثلاثة، بعدين يمكن الطفل خاصة هو محب للاكتشاف، هو يتقصد يفوت يجر الفضول لهذا الشيء، يجر الفضول. هون كتير بعزز أنا العلاقة الودية
الصداقة بين الأهل حتى الأقارب. يعني حتى أنا بشوف بمحيطنا موضوع البيت الجد، بيت الجد كتير مقربين من الأطفال من الأحفاد. يعني أنا بشوف هيك حتى من ابني قد هو مقرب من جده، فهو دايما بيقول إنه جده هو المدرسة، هو القدوة. فأي شيء أنا هيك أوقات هيك بسمعهم عم يحكوا هيك مثل ما بيقولوا بالهمس، فأنا بعلم إنه في سؤال معين هو عم يسأله. هيدي العلاقة الودية جدا مهمة، ولكن بعض الأهل غافلينها. غافلينها ليه؟ لأنه كمان في مغريات الحياة الخارجية هن متناسينها. نحن هون أستاذنا الكريم أنا نحاول مثل ما تفضل الأستاذ قاسم ما نحكي نظريات. يعني نحن لما عم نقول أنه الأم تصادق فتاتها أو تصادق طفلتها تقضي وقت جميل جدا معها، طيب الحكاية أو القصة هي أول وسيلة موجودة متاحة سهلة مشوقة. أنا بالنسبة إلي أنا هيدا الوقت أنا اللي بنطره، مش أطفالي اللي بينطروه، لأنه كمان أنا بحاجة ليلا كون بهيدا الجو الساكن الهادئ الدافئ الحنون اللي هو بوصلني وجدانيا وعاطفيا مع صغاري. يمكن علاقة الصداقة على فكرة توصل أو تبدأ من حكاية، تبدأ من قصة، تبدأ من نشاط فني، تبدأ من محادثة بسيطة أو صغيرة. فلهيك العلاقة التربية الأسرية هي قائمة على التكامل. بصراحة ذكرتيني قبل يمكن 5 سنوات كان عندي تجربة إدارة مخيمات كشفية بالعتبة الحسينية المقدسة. فدائما من يتحدثون عن هذه الفترة قلت لهم أنا تعلمت من الأطفال وعلمتهم. سبحان الله. بصراحة يعني كانت هناك كثير من الحالات، كثير من النقاط، كثير من تصرفات الأطفال تعلمت من عندها. صحيح. إن شاء الله مستمرين بالحديث عن هذا الموضوع، بس ناخذ فاصل ونرجع إن شاء الله. أحبتي المشاهدين، فاصل ونعود. ألا إن ربي قوي مجيد، لطيف جليل غني حميد، رأيت الملوك وإن فإن الملوك لربي عبيد، فإن الملوك لربي عبيد. ومن يأمن الدهر في وعده، وللدهر في كل وعد وعيد، وإحسان مولاك يا عبده إليك مدى الدهر غض جديد. ومن يشكر الله لم ينسه ولم ينقطع منه يوما مزيد، ولم ينقطع منه يوما مزيد. ألا إن ربي قوي مجيد، لطيف جليل غني حميد، رأيت الملوك وإن عظمت فإن الملوك لربي عبيد، فإن الملوك لربي عبيد.
مرحبا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى. نتحدث عن المواقع الإلكترونية أو التربية الإعلامية الرقمية أو التكنولوجيا بشكل عام، الألعاب الإلكترونية، كل هذا الغزو الإلكتروني وعقول أطفالنا الأحبة. الآن موضوعي، هل ممكن أن نربي الأطفال أو نثقف الأطفال من خلال الكتابة؟ يعني يقرأ قصة أو يشوف كاريكاتير أو هذين المنشورات والمجلات الطفولية، نزرع ثقافة اختيار المحتوى الجيد، الابتعاد عن المساوئ الموجودة بالانترنت لو صعبة على الطفل؟ لا، هي صعبة علينا. ليش؟ لأن أظن الآن نستطيع أن نرى المشكلة من الأعلى، بمعنى أنه إحنا الآن في وسط المشكلة، لا نستطيع أن نعود للوراء ونجد معالجات. طيب، علينا أن نواكب، أن نلامس بأقل الأضرار. لدينا في منشورات مصابيح لكتاب الطفل في العاصمة العراقية بغداد، أطلقنا مبادرة اسمها العلاج بالكتابة. جميل. بالتأكيد نحن لا نستطيع أن نعالج أحدا بالكتابة، ما نستطيع نعالج. طيب، لكننا نستطيع أن نقلل من الفجوة التي تحدث بين الطفل والعالم. طيب، شنو فكرة هذا المشروع أو هاي المشروع؟ هذا يعالج أو يلامس منظومة الأمراض الشعورية والنفسية والعضوية التي يعاني منها الطفل. بمعنى لدينا قصة قلب السمكة عن طفلة لديها فتحة في القلب. قصة قلب واحد يكفي عن توأم ملتصق، جسد واحد ورأسين. لدينا قصة مخبأ الأحلام لقاص جميل وشاعر من كربلاء ميثم عبد الجبار عن طفلة تميل إلى العزلة. التكنولوجيا تعزل الطفل، العزلة والفردية، وتحاول أن تصنع في بيتها أو في غرفتها الصغيرة أو في المسافة عالم التي خاص بها بالضبط تجمع فيه أحلامها. ونستمر في إطلاق مثل هذه النصوص التي يعني نتميز بها، الحمد لله. ويشرفنا كمنتج عراقي انه يعني نحاول ان نواكب العالم في ماذا ينتج. ان شاء الله تكون عندي حلقه وياكم خاصه عن هذا الموضوع. بالضبط. فمثل هذه النصوص وغيرها من دور النشر العربيه واكبت بصراحه ولامست لامست هذه المشكله او هذه المعضله اللي هي التكنولوجيا بكثير من النصوص القصصية المسرحية. طيب، حتى الدراما، مسلسلات أطفال أكو واللي نفتقر لها للأسف، يعني هذا باب كبير مريد نفتحه، يعني هناك ضعف كبير في أنا صار تقول لك ماكو، ولكن إيه لا لازم إحنا يعني هو تصحيح إيه. إحنا نحاول أن نصحح. لا أنا يعني ستيب باي ستيب، خطوة بعد خطوة، بس نتحدث عن هذا المشروع جدا. راقي. يمكن حتى قضية التعبير عن الطفل، ممكن يستحي، ممكن يخجل طبعا، ممكن يكتب هذا الموضوع. هو أمراض شعورية هاي، أحسن خجل يعني، مو إلا فد حالة يعني سلبية أو فد حالة خطرة أو طبية. ممكن يعبر عن نفسه للأب للأم. بس أنا شنو قصدي، عفوا أقاطعك، هل لقيتم دعم لهذا الموضوع؟ نحن يدعمون الله وحب هذا الشعب الكبير، وهذا شيء جميل. لا أحد يدعمنا، وهذا ليس أمرا مخجلا يعني. نحن لسنا تجار لقصص الأطفال بمقدار ما نحاول أن نرمم أو نسد أو 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 أو, أو نلامس هذه الفجوة التي تحدث. بس المفروض الجهات المعنية المسؤولة، التربية التعليم العالي، وزارة ثقافة الطفل، من يشاهدون هكذا حملة أو كذا خطوات يعني يتبنوها أو يدعموها. هو هي المشكلة تبقى مؤسسة حكومية، ونحن مؤسسة حرة يعني. هي دار نشر لي وأصدقائي يكتبوا لي ورسامات من كل الوطن العربي، ونحاول أن ننتج. طيب، نحاول أن ننقذ طفلا واحدا. هذا الطفل هو كون كامل. صح. صدقني والله، مستقبل كامل، بالضبط كامل. هذا الطفل الواحد. صح. الذي يحب قصصته. بالمناسبة اليوم كان عندنا حفل توقيع مشترك. نعم. أنا والأستاذ المبدع محمد كاظم جواد في فضاءات معرض كربلاء. نعم. الدولي لكتاب. وقعنا طفل، يعني وقعنا مجموعة من قصص الأطفال للأطفال. والله سعادتهم تفوق الكون يعني، كانت يعني يلتقون بالكاتب هاي النظرات وهاي اللحظات بالضبط، ويقرون. قلت لهم اقرأوا القصص وباكر كتبوا انتم، كتبوا قصص.
جميل. انتم قصاصين هائلين يعني ادعمهم شويه. فقلت لك كثير من القصص انا اتمنى ايضا ان يضاف الى المنهج بالمنهج الدراسي القصص التي تلامس هذه المشكله التكنولوجيه. جميل. وهذا طيب. امر مهم ان شاء الله. طيب استاذ السحر، يعني ممكن المستمعين يشاهدون الان او على موقع اليوتيوب ان شاء الله يتابعون الحلقات، يقول لك هي وين مساوئ الانترنت، هي وين مساوئ الكرتون؟ بالعكس هو يقضي وقت وده يلعب وتسليه. للاسف انا اسمع هيك اراء، انتم مكبرين الموضوع، ترى هاي فقط تسليه ما راح ياثر على عقله على تصرفاته، فأريد نوضح لهكذا آراء. صحيح، نحن للأسف أكترية الأهل يعني بيفتكروا هيك، بيقولوا خلاص ما هو عم يتسلى عم بمضي وقت، خاصة لما ما يكونوا هن عم يحضروا معه. يعني إحنا بنقولها باللبنان الدارج إنه هون الطم الكبرى، إنه هن ما بيكونوا متواجدين، بيغفلوا الحرب الناعمة اللي نحن عم تشن علينا من قبل كتير جهات، بيغفلوا الغزو الثقافي. الغزو الثقافي هو بالأساس إنه نحن نغير ثقافات داخلية عند أطفالنا عبر وسائل محببة لهم، فبتجي الألعاب الإلكترونية أو حتى الرسوم المتحركة الوسيلة. للأسف غيرنا عم يستخدمها ونحن عم نتلقفها بكل رحابة وبكل بساطة، وبالعكس بكل فرح بعد شوي، غافلين هودي الرسائل المبطنة. إذا منلاحظ حتى فينا نعطي حتى نموذج رسوم المتحركة توم أند جيري، كلنا بنحضره كل أطفالنا، بنغفل أنه توم أند جيري هو قائم على الحيل والخدع. يعني توم شو عمل لجاري حيلة وربح عليه ولا ما ربح، قائم على كله بحد ذاته، وشلون ينتقم وشلون ياخذ، شلون ينتقم وشلون ياخذ حقه. تماما، كيف بده يترك على فكره اثر يعني عدواني عنفي، يعني هو بيأذيه. فلهذا البرنامج هو كله قائم على هيك. نحن صغار تربينا، وكثير من الاطفال حاليا هلا عم يتربوا على هيك. في بعض حتى القنوات الكرتونيه هي كليا هيك. انا بصراحه ببيتي شلتها، ده نحن هلا ما بدنا نذكر اسمائها. صحيح. فللاسف الوعي لازم يكون اعلى مستوى. هلا انا هون دائما بشوف الكوب الممتلئ، انه في عنا اسر عم تعرف بهيدي الحرب. صحيح. ويمكن هون بشير لنقطه كثير اساسيه، انه نحن مجرد معرفتنا انه في حرب ناعم علينا. جميل. نحن مثل ما بقولوا وصلنا للهدف. صحيح. لما نعرف احسنتم تماما، دغري شو بنعمل؟ المواجهه والدفاع هي البدائل. المواجهه والدفاع هي الاشراف والمراقبه. المواجهه والدفاع هي ان نكون نحن محوطين اسرتنا. هلا انا ممكن الفت حتى لامر، طالما نحن قلنا يعني الحلقه بدها تكون عمليه. نحن بلبنان كمجله مهدي، مجله مهدي اخذت على عاتقها، المجله هي ورقيه كانت، اشتغلوا بشقين. الشق الاول انه طالما الطفل محسوم انه هو بين ايديه ايباد او حتى يعني هاتف، انت ما بدك تحمل الورقه، فيك تسمع القصة الموجودة. فهني حطوا كود، أول ما أنت تحط الهاتف على الكود مباشرة رح تسمع القصة، مش بس سمعيا، أنت رح تحضرها فيديو. جميل. فهو الهاتف موجود، عم نحن نستثمره بقصة موجودة. إذن هذه تكنولوجيا ولكن استثمار جيد 100%. لهيك أنا دايما مثل ما عم قلكم بشوف الكوب الممتلئ أنه عنا بعض الجهات اللي هي تعنى بالثقافة والأدب والفن، هي اهتمامها المباشر بينصب بصوب انه نحن كيف نستثمر هيدي الوسائل. جميل. ولكن ما نبعد الطفل عن موضوع القراءه والكتابه مثل ما تفضل استاذ قاسم. اضافه لهيك في تطبيق ابلكيشن هو عليه كل الحكاية، فيديوهات، رسوم، اصوات، انيميشن. هو اسمه حكاية مهدي، كمان نفس الشيء بيتنزل مثل ما نحن يعني ببيوتنا عم ننزل لاطفالنا ببجي وفري فاير وهالالعاب اللي ما لها ابدا اي يعني اي هدف. صدقا انا كثير حاولت مثل ما بيقولوا اكتشف واطلع شو الهدف، انا ما لقيت ولا حتى هدف ولا قيمه مضافه غير العدوان، العنف. صح. الانفصال عن الاهل، العزله، الوحده، الاكتئاب. صح.
وصولا للاسف للادمان الالكتروني. لما نوصل للادمان الالكتروني هون الاهل للاسف كمان بيرفعوا العشره وبيصيروا يقولوا يا ليت ويا ليت بعد هيدا التسلسل كلياته. والادمان ما بيجي من لعبه او لعبتين او من ساعه او ساعتين، الادمان بيجي من عزله تامه لما هو يفقد التواصل الخارجي مع الاخرين. لذلك هون هيدا التحدي اللي نحن دائما بنحكي عنه، هو هون بينصب مسؤوليتنا نحن قد ايه قادرين عن جد ننتفت لهيدا الغزو. اكيد نحن قادرين نواجهه. خلي يسمعون اللي يقولون ماكو مساوئ وما فيها مشكله. طيب احنا نكمل العشر دقائق الاخيره، بس اريد اذكر النقطه اللي ذكرتها حضرتك من جاك الطفل واخذ كتابك او القصه او هذا المطبوع وفرحته ونظرته اليك. كلامك كان جدا راقي، هو سؤال نفس الوقت. انت قلت له انت الان قاص، انت الان كاتب، اقرا وعبر عن نفسك. اذا اريد نقارنها كمثقفين كواعين كمتخصصين، احنا بدنا نشوف شنو السبب ادمان الاطفال على التكنولوجيا او على الالعاب او على هالامور الموجوده بالمحتويات. اكو دافع يا اما مادي يا اما معنوي، انه انا وصلت لمرحله كذا، انا فتحت الحساب كذا، انا سيطرت على المدينه كذا، حسب الالعاب طبعا معروفه. الآن الطفل يعمل بنظام المكافأة، أنت كافأته بهذه الكلمة وأعطيت إلى دافع وقوة وانطلاقة. كيف نكافئ أطفالنا حتى يقدرون يتثقفون ويكون عندهم وعي كامل عن المساوئ الموجودة بالإنترنت؟ أول شيء حل يعني إعجازي، وهو أن نقلل من استخدام الهاتف أمام الأطفال. طيب هذا صعب شوي، خصوصا الأم والأب. هو الطفل منين شافه يعني؟ صحيح، منين تعلم اصلا؟ منين تعلم يعني؟ ثاني شيء يعني نوجد حلول مو سحريه. ترى العوائل العراقيه يعني مسكينه. صحيح. يعني مو سحريه، وانما يواكب هو الطفل لازم يواكب، لان عنده في دماغه شيء اسمه لذه الاكتشاف. جميل. هو يكتشف. يريد يكتشف ماذا وراء الجدار. صحيح. ماذا وراء المدينة؟ ماذا وراء البلاد؟ حتى رغم خلينا نقول انه بعد يعني بالمفردة العراقية زعطوط، لا يابا يا زعطوط. يعني ذولا على قولته انه شقة وتشفن. يعني اطفال اذكياء والله. اسئلة فلسفية لا لا يعني قبل يومين اطفالنا فازوا في احد بلدان العالم بجائزة الابداع العراقي التكنولوجي كذا. صحيح. نسيت اسمه كذا، اطفال فريق صغار كامل، هو ان شاء الله تكون حلقة عنهم، رياضيات الذكية وتكنولوجيا الاجهزة الذكية. بالضبط. لذلك احنا ايضا احيانا قاسين صديقي. شلون؟ قاسين في اننا نحمل الطفل اكثر، احنا مش مسؤولين ترى عليه. يعني ما اعرف نمارس دكتاتوريتنا حرصنا الزايد يتحول الى بالضبط. هي تعرف يعني زين نمارس حتى امراضنا النفسيه على هذا الطفل. يعني ما افهم انا حتى مساله عن الغزو الثقافي، لا اؤمن بها لسبب. هو لماذا غزاك ثقافيا يعني؟ هل انتهش ثقافيا ليغزوك؟ يعني ليش؟ لا ليش غزاك؟ هل انت ضعيف الى هذه الدرجه؟ حسنا قل انني ضعيف. نحن نناقش موضوع هائل التكنولوجيا. وللاسف الشديد ما زال الطفل يذهب الى مدارس طين. صح. اي تكنولوجيا تتحدثون؟ طين، مدارس طين. صحيح. زين اساتذه معلمين ولا معلمات غير مؤهلين. صحيح. يا شبابنا، يا وزارة التربية ويا وزارة التعليم العالي، اهتموا بالطفل، لأن من ينقذ البلاد هذه الروح الجميلة لدى الأطفال. أنت شوف طفل من بعيد يضحك وكأنما البلاد كلها تضحك. لا والله اهتموا به، اهتموا بالطفل، هذا رصيدنا، هذا رصيدنا المعرفي، هذا رصيدنا الإنساني والجمالي والحضاري. أستاذ أنا دائما أقولها وبصراحة، وزارة التربية مرة رفعت الاجتماعيات، مرة رفعت الإسلامية، تذكر وهسه رجعوها. هذا التخبط مشكلة. يحتاج لهم دراسة كبيرة. طيب الله يحفظهم إن شاء الله. لا احنا كلنا في دعم المجتمع. أنا مو ضد أحد، نريد يعني طيب. لا تمشي يعني. لا تمشي على عكاز، نريدها تمشي. طيب الأستاذ سحر تحدث عن
التكنولوجيا الحديثة اللي هو ممكن يسموه الفن السابع، هسه صار الفن الأول فوق الفن الأول، السينما، الأفلام، الأفلام الأنيميشن، الأنيميشن، التطبيقات اللي مختصة بالأفلام أيضا كثرت وموجودة. يعني لماذا هذا الضعف اللي موجود بصناعة الأفلام للأطفال الوطن العربي؟ يعني دائما احنا نشوف الهيروز الأبطال اللي عد الأفلام الأنيميشن اللي موجودة بالغرب يهتمون بها اهتمام كبير، والآن أصبحت هي أعلى إيرادات السينما. صحيح. ليش ما موجود عندنا هذا الشيء؟ هو للأسف دايما منواجه هيدا يمكن الغصة، لما عن جد نحن مثل نعمل هيدا المقارنة إنه بالغرب شو اللي عم يتم إنتاجه، بالدول العربية شو اللي عم بتم إنتاجه، ودائما دائما الجواب مثل هيدا الجواب صار مثل ما بقولوا الروتيني، يعني هو الإمكانيات والموازنات اللي هي منا متوافرة ببعض البلاد العربية. هلا ببعض البلاد الحمد لله يمكن عم تقطع شوط، لأن في يعني مثل ما بقولوا الإدارات الحاكمة هي في عندها إمكانات مادية بداية، ومهتمة للقضية. أحسنتم، مهتمة للقضية وتعتبر أنه هيدا مثل ما بيقولوا إذا حطت أولويتها لهيدا القضية هي بالنسبة إلها لبت هيدا الحاجة. هلأ فيني أقول أنه شكل دايما الإجابة اللي أنا بفكر فيه أنه في طاقات شبابية، في طاقات شبابية عند دائما الفكر النير المبدع. الفكر النير المبدع أنا عم شوفه يعني حتى بلبنان ببقية الدول إن شاء الله. فيلم الأنيميشن اللي تم تنفيذه مثلا، خليني أعطي اسمه أميرة الروم. نعم. أميرة الروم ما بعرف إذا حضرتكم سمعتوا فيه. أكيد. نعم. أحسنتم، هو فيلم تم بالتوافق مع صح دولة خارجية، ولكن اللي كتب السيناريو هو لبناني، أو خليني أكتر أقول هو عربي. نعم. اللي اشتغل بالتصميم أو اللي اشتغل بالشخصيات كمان هو عربي. نعم. فنحن قد ما قادرين ننتج، يعني مثل في خليني أقول أنه نحن عم نستثمر الزاوية اللي قادرين ننتجها، عم نتلقفها بسرعة وعم نحاول نشتغل. نعم. أكيد نحن بحاجة ل دعم مادي جدا عالي، بحاجة لتكامل. هذا التكامل مش بس هذا الفكر، يعني في عنا فكر مبدع. نعم. طيب فكر مبدع بس ما في مين يستثمره صح. صح. فكر مبدع ما في مين يطلع هذا الإبداع منه، فبالنهاية هذا ما لح يكون في هذا التكامل اللي نحن بالأساس ناطرينه. التكامل هو من الفكر الشباب المبدع. نعم. اللي بيطلع لنا هيك أعمال إنتاجية. جميل. وبين السياسات اللي هي قادرة تمول. نحن لما يكون في عنا تمويل بكل بساطة بنبتكر. أنا دايما بقول أنه الشباب العربي ما في عن جد مثيل لإبداعه، ما في مثيل حتى لفكره الخيال مثل ما بيقولوا، يعني بيعطي بيعطي بيعطي. لهيك أنا بؤسف لما نحن بدنا نعمل هيدي المقارنة. خلي هيدي المقارنة على جنب، لأنه نحن قادرين. أنا دايما بقول هذا الشعار، أكيد نحن قادرون، نحن قادرات، بس لما مثل ما بيقولوا الموازنة خصوصا المالية، لأنه نحن حاليا خاصة بلبنان وكل أوضاعنا عم بيكون في عنا إشكالية اقتصادية جدا صعبة. طب إشكالية اقتصادية نحن ما عم نلاقي الخبز، هيك بيقولوا الجهات الأساسية. طيب ما عم نلاقي الخبز، بدنا نقدر ننتج أمور يعتبروها ثانوية. لهيك هيدا للأسف عائق إضافي، لأنه متطلبات الحياة هي هلأ الأولوية بمقابل هود الأهداف اللي نحن بالنسبة إلنا كمربين وكأهل بنلاقيهم أولوية، ولكن عم تفقد التوازن وعم تفقد الأولويات كمان سلمها إذا صح التعبير. شكرا 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 لضيوفنا الكرام. الله يبارك. أستاذ قاسم سعودي، شاعر وناشر في مجال الطفل، شكرا لك ولأجوبتك الصريحة والواقعية والحلول في نفس الوقت. شكرا لك. ممنون. وشكرا للأستاذة سحر شحادي، كاتبة وحكواتية من لبنان. إذا أحبتي المشاهدين، الموضوع أكبر من شخص واحد، المفروض أب وأم، أسرة كاملة، وأيضا وزارة التربية، دولة بكاملها، سيستم كامل لدعم هكذا مشاريع وهكذا قضايا اللي هي تربية الطفل والاهتمام به والحفاظ عليه من المغريات الموجودة والهجمات الإلكترونية. شكرا لكم، ألتقيكم في حلقات أخرى من برنامج تصحيح. في أمان الله.